للمزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الاعلام بهيئه علماء المسلمين في العراق. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. واشنطن بوست قالت في تقاريرها: انسوا السلام، ترامب واسرائيل يريدان استسلام الفلسطينيين. هل يمكن تلخيص مؤتمر البحرين وصفقه القرن بهذا العنوان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولجميع المشاهدين الكرام. هذه السياسه التي يتبعها ترامب وهي مداهنة ومجاملة الكيان الصهيوني المغتصب لحق الفلسطينيين على حساب أصحاب الأرض، ولذا رأينا جميع سياساته هي قائمة ومساندة لهؤلاء الغاصبين، ومنها هذه الفعالية أو هذا المؤتمر أو الورشة التي سميت التي عقدت في البحرين، تأتي في هذا الإطار، وهي في إطار كأنها إملاءات الإرادة الأمريكية وما ترغب به إدارة ترامب ومجاملة الكيان الصهيوني على حساب أصحاب الأرض وأصحاب فلسطين، وهي أيضا مكملة للسياسات السابقة التي اتبعها ترامب بما فيها نقل سفارته إلى القدس الشريف. في بيان هيئة علماء المسلمين تحدثتم عن مقايضة الحقوق بالازدهار الاقتصادي، كيف لشعب أن يزدهر اقتصاديا وأرضهم مغتصبة ودولته يتحكم بها الآخرون؟ هذه أيضا من الشعارات المزيفة التي لا تنطبق ولا تطابق الواقع، وربما يراد بهذا الازدهار هو ازدهار الكيان الصهيوني أو ما يحقق للكيان الصهيوني هذا الأمر، أما حقيقة الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني فهو مزيد من اغتصاب الأراضي ومزيد من ضياع الحقوق ونسيان جميع الحقوق السابقة. يعني هذا التطبيع أو هذه السياسات التي يتبعها ترامب أو ما يسمى بصفقة القرن هي كلها على حساب أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها حق العودة الذي نفي أو ينفى عنهم هذا الحق، وهضم جميع الحقوق الأخرى من أرض ومدن وتاريخ وبما فيها وعلى رأسها طبعا تأتي القدس. إلى أي مدى ساهم الواقع العربي فيما وصلت إليه القضية الفلسطينية دكتور؟ ضعف الآن الواقع العربي يعيش في حالة ضعف، ولا سيما بحالة الخلافات الداخلية داخل البلدان العربية، ثانيا إشغال بعض البلاد العربية بالمآسي أو الفتن الداخلية وإخراج عدد كبير من هذه البلاد من المعادلة اليوم وجعلها طرفا محايدا أو بعيدا عن حالة الصراع كما كان في السابق. كل ذلك صب في صالح أنه تأتي إدارة الأمريكية دعم وتأييد إدارة الكيان الصهيوني وفرض ما ترغب به هذه الإدارة. ما انطباعك دكتور عن مشاركة شخصيات مثل توني بلير في المؤتمر؟ ربما هذه الشخصيات ساهمت في تدمير العراق. هذا تأتي في سياق واحد وهو الاحتلال. الاحتلال هذه يعني سابقا نحن ذكرنا أكثر من مرة أنه ما حل بالعراق وحل بالفتن أخرى أيضا ببعض دول الجوار هو يأتي في إطار هذه القضية وما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية السابقة واللاحقة، وهي جعل المنطقة تعيش في فتن، وكما عبروا عنه بالفوضى الخلاقة أو كما أعلن عنه بوش الابن في بداية غزوه للعراق وهما سمي الشرق الأوسط الجديد. لذا هؤلاء كلهم أدوات لهذه المشاريع، مشاريع احتلالية، دعم الاحتلال الصهيوني، الكيان الصهيوني، ودعم الاحتلال الأمريكي لزعزعة أمن المنطقة من أجل تحقيق هدف استقرار أمن إسرائيل الكيان الصهيوني وأمن أيضا أو مصالح الإدارة الأمريكية في المنطقة على حساب طبعا أمن شعوبها ومصالح هذه الشعوب. الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.